ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نحكي عن إشي اللي هو الكل بيعرفه، اللي هو بوتولينم توكسين إنجكشن، المتعارف عليه بالبوتوكس. معنا طبعا دكتور زيد. دكتور أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أنا متبرع اليوم. فرح نحكي عنك هلا شوي على الأشياء. هلا البوتوكس الكل بيعرف انه هو بياخر لنا، خلينا نحكي احنا، علامات تقدم السن او اللي هي التجاعيد. طب هو البوتوكس شو بيعمل هذا؟ البوتوكس هي عباره عن ماده بروتينيه بتشل يعني خلينا نحكي احنا الناقلات العصبيه تبعت العضلات. يعني بس للعضلات، هو مش للاحساس. هو بس للعضلات. اوكي. هلا المتعارف عليه احنا هو بيغطي خلينا نحكي احنا الكشره، خطوط الجبهة وخطوط الضحك اللي بتكون حوالين العين. يعني ببطل الواحد يضحك؟ ببطل الواحد يكشر. وبصير لما يضحك يضحك بس بدون تجاعيد. هلأ بس إنه طبعاً هي أكيد يعني كل إشي له يعني مضاعفات وهالأشياء. شو في مضار؟ هلأ مضار ما في إشي يعني ممكن نحكي. هلأ في تعليمات وأشياء لازم تضلك هيك منتبه لها، وطبعاً أهم إشي إنه يروح عند حدا بروفيشنال، يكون دكتور بعرف بال خلينا نحكي إحنا الأناتومي، أو اللي هو يعني لازم يكون عارف بالضبط وين لازم تنحط الإبرة بالضبط، لأنه بالمليمتر مليمتر زيادة مليمتر نقصان ممكن إنه يشل العين مثلاً. ممكن أوكي، أو ممكن مثلاً حاجب بنزل، الجفن بنزل، عرفت كيف بصير مثلاً مضاعفات يعني ما بتصير مع حدا بكون متمرس بالموضوع. طيب هلأ الشغل تبع البوتوكس قد ايه بيقعد؟ هلأ هو يعني خلينا نحكي احنا في رينج من بين 3-4 شهور لحد 6 شهور. اوكي هيك. يعني لا سمح الله لو صار اشي غلط خلال 6 شهور بينعكس. هلأ هو فعليا شهر ممكن ينعكس. في كمان اشياء ممكن تعملها لحتى انه يروح البوتوكس بطريقة اسرع طبعا. اوكي. هلأ في اشياء تانية احنا ممكن نعملها بالبوتوكس، مثلا في عنا على الرقبة، مثلا في عنا الخطوط اللي هو احنا بسميها. طب ورجينا وين الخطوط هاي؟ ورجينا اياها بالخطوط. اوكي هلا نحكي احنا اول شيء عن خطوط الضحك اللي هي بالضبط هون حوالين العين. عندنا كمان هون، ارفع بس حواجبك لفوق، لا ارفعهم فوق، اللي هدول الخطوط اللي هون موجوده. عندنا كمان خطوط الكشره اللي بالضبط هدول، احنا هدول بالعاده بنغطيهم. هلا في حلوين الكشره حلوه. هي وجاهه بسموها بالضبط. هلا في عندنا كمان اللي هي خطوط الرقبه، اللي هي خطوط اللي بالعرض ممكن انه نغطيها. في كمان اللي هو بلاتيزمال لاينز اللي هي الخطوط الطول، تقدر تشد اسنانك شوي، لا كمان صعب تبين، بس هي الخطوط الطوليه الموجوده من هون. في كمان عندنا اللي هي بسموها احنا نيفرتيتي ليفت، اللي هي زي تحديد اللي هو خط الفك فيها. في ناس ممكن انهم يعملوا اللي هي شيء اسمه موناليزا سمايل، اللي هي انه الضحكه ترفع لفوق. طبعا اللي هي الجامي سمايل كمان، لما تكون عندهم اللثه مبينه اصلا وقت الضحك. أوكي. هاي كمان ممكن يعالجها البوتوكس، يعني بتنزلوا الشفه شوي لتحت بالضبط. كمان السموكر لاينز، خطوط التدخين اللي تكون حوالين التوم، كمان ممكن انه نعالجهم بالبوتوكس. هلا هدول كلياتهم انه ممكن يعني زي نحكي احنا استعمالات، خلينا نحكي للبوتوكس ما في لهم استعمالات تانية. بتوجع إبرة البوتوكس؟ لا ما فيها وجع، يعني هي إبرة. طب تورجينا إياها الإبرة قد كبرها؟ يعني هي زي هاي اللي هو الإنسولين. مرجينهم الـ 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 أي حدا بعرف إبرة يعني الإبرة نفسها. هي أصبعي أنا جنبها. كتير صغيرة، غزتها يعني تقريبا لا يشعر فيها، يعني ما تحس فيها. أوكي هلا أنا بس بدي أحكي كمان إنه في أدوية مش لازم واحد يكون ياخذهم وقت البوتوكس. سايد إفكتس بالعادة ما بيكون فيه كتير، لازم بس إنه يكون حدا عارف بالضبط شو يشتغل وشو يعمل. وبس يعني مش إشي بخوف ولا. هلا في ناس بيعطوها بالصالونات، وناس بيعطوها بأماكن غير مرخصة بالضبط، وبإيدين ناس ما بيعرف وين بيشتغلوا، ما بيعرف وين عم بيشتغلوا، فهون بتصير المشاكل الصراحة. صح. فيعني أنا بنصحكم كلكم إذا بدكم تعملوا أي إشي له علاقة بالبوتوكس لازم يكون عند طبيب مرخص في عيادة مرخصة عارف شو عم بيعمل. لأنه يعني أنا كمان شغلة مش مزح، مش إنه صراحة مش لإشي، بس إنه مش كورس أسبوعين، عرفت كيف؟ ممكن إنه يعالج المشكلة. طب سؤال، أنت قدي قعدتي تدرسي الاناتومي او التشريح تبع الوش؟ أربع سنين. بعد الطب، بعد الطب اللي هي بعد 7 سنين، بعده كمان اللي هي بعد 7 سنين، كمان 4 سنين لغايه ما الدكتوره عرفت وين تحط هاي الابره. فرجاءً حدا بصالون يجي يقول لكم
انا بعرف احط وين الابره هذه. يعني فكروا شويه بالموضوع. اوكي اوكي، بتمنى تكونوا استفدتوا معنا وتابعونا بقيه فقراتنا.